الحكي فن سماعي قديم كان بيمارسوا أهالي سيوة بشكل اعتيادي يومي قدام البيوت على المصاطب في القيلولة وقت العصاري بداية المساء. كان هو الوسيلة الوحيدة مع الغنى للتسلية قبل ظهور التلفزيون والإنترنت. اختفت المصاطب من قدام البيوت بس عم عمران لسه بيحكي. في واحد بدوي عايش في الصحراء، البدوي ده ما حلتوش حاجة، حلته هو ومراته عم معزة. أي حد يعدي من الصحراء عابر طريق أو داخل الصحراء بيضيفه عنده، بيحلب المعزة بدون لبن بيشرب، لحد لما اشتهر في البلد كلها، لحد لما سمعوا مين بقى؟ السلطان والوزير. لبسوا الفرسان بقى، مشوا لحد إيه؟ لحد لما وصلوا عنده في الخيمة. سلام عليكم سلام عليكم. قال له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلوا تضيفهم فين؟ في الخيمة. طبعاً بعد ما تضيفهم احتار، دخل بيقول له مراته بقول لك ايه؟ قلت نعم. قال ده سلطان ووزير، يعني ما قامهمش لبن، هعمل ايه يا ربي؟ عمال احتاس يعني. المهم عمل ايه؟ راح ذبح المعزه اللي هلته، عمل لهم وليمه كبيره جدا، قعدوا اتغدوا او خدوا واجبهم ومشوا. طبعا قاعدين حاطين الراجل ومراته حاطين ايدهم على خدهم، هنعمل ايه يا ربي؟ هنعمل ايه؟ وهوبا قامت عاصفه جامده جدا، هوا خدت الخيمه طيرتها بعيد. قعدوا لا معزه ولا نقل، قاعدين في الهو كده. طبعا الراجل بيقول لمراته بقول لك ايه؟ نعم. ما تيجي تشد الخيمه هاتيها عشان نصبوها تاني. قالوا لا انت الراجل، هات الخيمه. يشيل تراب من تحت الخيمه، وهوبا انا زغرتي يا وليه. زغرت ايه؟ قال كنز ودهب. وهم طلعوا الذهب اللي تحت الخيمه، باعوا الذهب، بقى معاهم فلوس كتيرة جدا. طبعا هنعمل ايه؟ نرجع مكان. رجعوا مكان الخيمه، قال لها بس بدل الخيمه هنبنوا سرايا. راح عملوا سرايا كبيره جدا، اي حد ماشي من هنا بتضيفه بجد المره دي. توتا توتا درست الحديث. ليش سميتنا عمران؟ ليش قدير ونفطناس؟ عنغوري ان كان دقنا اقدس. فتاري من نوب وتاسن دي سلنا انت ادقن النو ادينا الترجمة. انا بقول انا اسمي عمران، انا مكاني هنا في طناس، بعمل حكيات هنا، جلسات حكي، فبالناس بتستمتع لما بيسمعوا الحكي بتاعي. ايه هو فن الحكي؟ الحكي يعني توصيل، اي حد يحكي قصة مثلا، بس مين يوصلها؟ المهم يعني انت عندك جمهور او عندك ناس او عندك كذا، فانت توصلها ازاي؟ انت بتمارس فن الحكي ده فين بقى؟ زمان طبعا ما كانش فيه مهرجانات ولا الحاجات اللي بنشوفها دلوقتي. بيننا بين بعض لما يكون في مناسبات، خاصه في الافراح. ده مثلا في بالمزمار او ده في الرقص او ده كذا، في ناس ما لهمش طبعا في الاعداد دي. يبقى قاعدين تجمع كبير كده، حد يحكي حكاء. قصص عن زمان، قصص عن حياتنا، عيشتنا، شغلنا وكذا. قول لي الحكايات اللي انت بتحكيها وبتجيبها منين اصلا؟ الحكايات دي جبتها من الناس الكبار. والناس الكبار؟ لان انا من صغري ما بقعدش مع سني. دايما الاكبر بتاخد منه، ما تديلوش. صحيح. كبار لما بيحكوا على حاجه معينه مثلا، بيقولوا مثلا بكره تبقى قصص، يعني بكره طبعا. ده الفتره اللي جايه يعني. صحيح. مثلا كلامنا يبقى قصص حكايات يعني. فجاء بكره بدانا نحكوا فيه يعني. بتستقبل الناس الحكايات دي ازاي في سيوة؟ احنا فترة طويلة كان حكي قصصنا وقعدات ومساطب كده وبتاع. جت فترة طبعا اللي هو تقدمنا فيها شوية، مثلا جت تلفزيون مثلا، كان احنا بنشوف الحياة المدنية بدأت تدخل. طبعا مال كله فين بقى؟ افلام بقى، تلفزيون بقى، نسوا الحاجات دي. احنا حاولنا ان دي ما تروحش، بنعمل قعدات وحكي زي حكاية العمة قبل النوم، وحكاية الغولة، وحكاية كذا وحكاية. فطبعا ايه؟ قلنا ده حاجات بتندثر فعلا، فعشان كده بدأنا نحيوها.